خلينا نروح لملف تاني. مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت تدشين مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الدولي، وده في مقر جامعة مصر المعلوماتية. المؤتمر ده تم تدشينه بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين ورواد صناعة البيانات، وبيشمل مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب وفي الهندسة وأيضا في التعلم الآلي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية. أهلا وسهلا بك يا دكتورة، وصباح الخير عليك. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضراتكم، شكرا على الدعوة. أهلا وسهلا بك دكتورة. في أهداف عامة بتستهدفها فكرة تدشين مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الدولي، لو حضرتك تقول لنا الخطوط العريضة. هو المؤتمر ده من أكبر المؤتمرات حضورا في أوروبا، اللي هو العلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، علوم البيانات تحديدا والتعامل مع البيانات وكبيرة الحجم. بيحضروا أعداد كبيرة جدا من كل الدول الأوروبية، ودي لأول مرة في نسخته إن احنا نقرر إن احنا نستضيفه في مصر لخدمة الشرق الأوسط، وده طبعا لأهمية موضوعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتأثيرها على حياتنا جميعا، وتأثيرها يعني السريع اللي هيحدث وهنشعر بيه في حياتنا في كل تعاملاتنا في الحياة. ومن هنا المؤتمر استضفناه، والحقيقة كان واضح إن فيه اهتمام في مصر تحديدا وفي الشرق الأوسط بالموضوعات دي، لأني برضو اتفاجئنا بعدد كبير، يعني سجل فيه حوالي 1300 واحد، كان على مدار 3 أيام، يومين اتعمل. احنا عملناه بطريقة بنسميها هايبرد، اللي هي خليط بين الأونلاين يتعمل وبين اللي هو الحضور والتواجد بالفعل هنا في مصر. ففي كانوا يومين، الأول أونلاين، وفي يوم اتعمل عندنا اللي هو يوم السبت الماضي. زي ما بقول لحضرتك كان حضره حوالي 1300، فكان حضور كبير. كان في جلسات على التوازي بين 5 و6 جلسات، شغالين من 10 الصبح ل7 بالليل. فده بيوري حاجتين: حاجة إنه عندنا ناس من الخبراء، هو بيجمع طبعا بين الأكاديميين والعلميين الباحثين وبين الصناعة، فده بيوري إن إحنا عندنا عدد جيد جدا من الخبراء في هذه المجالات اللي تحدث على مدار 3 أيام، وكمان بيوري اهتمام كبير. فاللي كان من الحضور اللي بيحضر في باحثين طبعا، وفي ناس اللي هو المهنيين أو المتخصصين في الشركات المختلفة، سواء شركات كبيرة أو شركات ناشئة، إنما كمان في طلبة، في عدد من الطلبة اللي اهتم إن هو يحضر من الجامعات المختلفة. تمام. طيب دكتورة، يعني وأنا بقرأ كده القصة بتاعت حضراتكم، لقيت إن من ضمن أوراق المؤتمر استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب. بالتأكيد أوراق المؤتمر كشفت حاجات كتير، وخصوصا إن احنا يعني عرفنا إن هو من أسرع الأشياء تقدما. الموضوع ده بيجري بره في اوروبا، ان بيتم تشخيص حاجات، بيتم حاجه لدرجه ان هو أو يعني في بعض العمليات البسيطه بيقوم الذكاء الاصطناعي بعمل. اوراق المؤتمر كشفت ايه في ملف الطب؟ هو في انواع مختلفه استخدام الذكاء الاصطناعي في حاجات كثيره الحقيقه من الناحيه الطبيه، يعني جزء منها وبقاله عدد من السنين هو تحليل الصور بقى بأشكالها المختلفة، سواء كانت لو MRI، لو كان X-ray، لو كان الأنواع المختلفة، وتحليلها بدقة لمعرفة يعني لا سمح الله مثلا وليكن سرطان والورم وموجود فين بدقة. في حاجات بتتعرف طبعا برؤية العين بيشوفوها الأطباء، إنما في حاجات مش سهلة قوي كده، وإحنا بنتكلم على لوغاريتميات سريعة جدا وبتبص بدقة واتدربت على عدد كبير من الصور، وبالتالي تقدر تحدد بدقة أكتر. وطبعا بيراجع الكلام ده الطبيب، يعني هو بيقترح البرنامج وليكن انه في ورم متوقع في هذا المكان، انما الطبيب بقى بيبص بنفسه بالعين المجرده من خلال الاجهزه طبعا المختلفه وبيتاكد. دي ابحاث شغاله بقى لها فتره حضرتك، العمليات اللي بتتعمل من خلال الروبوتات، العلاج واللي هو بيبقى بيسموه بيرسوناليزد او بيبقى حسب كل شخص احتياجه من نوع العلاج، كل دي حاجات وفي حاجات اكتر كتير بيدخل فيها الذكاء الاصطناعي بأنواعه المختلفة بقى،
في الطب. وطبعا ممكن نتبحر في المجالات الطبية كثيرا، يعني أنا عارفة أنه في الخارج وإحنا برضو في مصر عندنا النية دي، أنه جميع العلوم سواء طبية أو غيره لازم يبقى فيه على الأقل درجة معينة من الوعي بالذكاء الاصطناعي وفايدته لهذا التخصص. مش هيبقوا متخصصين في الذكاء الاصطناعي، إنما هيبقوا عارفين إزاي يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في مجال العمل بتاعهم. دكتورة، في اتجاه قوي جدا هو الاستثمار في صناعة البيانات، ودي حاجة خدت بالها منها الجامعة المعلوماتية وبتقوم بتدريس أصولها بالفعل. وصلنا لمراحل ابتدت تتقدم جدا في هذا الموضوع. هي الجامعة أنشئت في 2021 بغرض محدد، وهي أنها تبقى جامعة تخصصية في العلوم المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالتالي لأنها جامعة تخصصية فالتركيز واضح في التخصصات دي، فطبعا في اهتمام. وعندنا بقى الكليات المختلفة بتتكلم على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وفي كمان لو حضرتك تحبي برضو مهم نعرف حتى برمجة الألعاب الإلكترونية، لأن دي صناعة مهمة جدا طبعا. والجانب الآخر وهو التصميم والجانب الفني، فتصميم الألعاب الإلكترونية، تجربة المستخدم بمعنى أنه إزاي التصميمات المختلفة اللي تأثر على إزاي تنتجي منتج يكون بالشكل السليم والسهل واليسر للاستخدام ومريح للعين إلى آخره. إنما في الجوانب الأخرى تحليل البيانات، يعني حضرتك تكلمي على علوم البيانات، وليس فقط تحليل بيانات، تحليل الأعمال دي في كلية زي تكنولوجيا الأعمال ففي اهتمام بيها. ثم الجوانب الهندسية مهمة جدا، يعني مصر هي مهتمة كدولة بصناعة الإلكترونيات بتصميم بالجانب التصميمي أو الجوانب الأخرى، النظم المدمجة، السيارات اللي هي بدون سائق والنظم المختلفة. الحقيقة يعني العلوم الحاسب وهندسة الحاسب داخلة دلوقتي في جميع المنتجات اللي في بيتنا واللي بنستخدمها، زي ما قلنا السيارات، زي حاجات كتيرة جدا بنستخدمها. فكل دي من الجوانب اللي بيغطيها الدراسة طبعا عندنا في الجامعة. طب ده الذكاء الاصطناعي في الهندسة. فيما يتعلق بالتعلم الآلي، ده الماشين ليرنينج يا دكتورة؟ الماشين ليرنينج دي أحد التخصصات في الذكاء الاصطناعي، فهو فيلد أو تخصص جواه بالبرامج البرمجيات المختلفة ليها، ويجي وراها يعني طلع منها اللي هو بيسموه الديب ليرنينج، وهو ده اللي طلع منه دلوقتي بنسمعه كتير زي الشات جي بي تي وغيره. كل دي علوم تخصصية بتطلع من تحت مظلة الذكاء الاصطناعي. نقشها ازاي المؤتمر من خلال أوراقه؟ يعني ايه الجديد فيما يتعلق بالتعلم الآلي وازاي تستفيد منه البشرية؟ حضرتك اتكلموا، كان في جلسات مختلفة بتتكلم عن التكنولوجيات دي وعن اللوغاريتميات دي وازاي هتأثر كمان على سوق العمل، وهل هي بتستبدل البني آدم ولا لا هي مكمل لأعمالنا. ده حصل وحديث كان يعني في جلسات كثيرة، وطبعا تحديدا حصل حديث عن الشات جي بي تي، وحصل حتى ورش عمل لتدريب طلاب أو باحثين ما استخدموش يعني بيستخدموا الشات جي بي تي إنما ممكن ما تخصصوش قوي فيه. في كان ورش عمل تفصيلية سواء لاستخدامه الاستخدام الأمثل أو اللي هو إزاي يطوعوا أو ينتجوا هم الشات جي بي تي حسب التخصصات المختلفة يعني أو لمجالات مختلفة، بما في طبعا اللغة العربية والتعامل مع اللغة العربية تخصصات معينة واستخدامها. هل هو هيستبدل الأشخاص اللي بيعملوا برمجيات؟ هل هو هيستبدل أشخاص بيشتغلوا في الموضوعات مختلفة؟ الحقيقة غطى موضوعات كتير. هايل هايل هايل، شغل كتير ونموذج للاستثمار في التعليم اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت طبعا. فعلا في مصر والتطور اللي بيحصل هو جامعة مصر المعلوماتية. كل الشكر ليكي دكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر.